ما المقصود بقوله تعالى بأيدي سفرة؟ بالطبع يعد معنى بأيدي سفرة الواردة في القرآن الكريم ذو أهمية كبيرة لكل مسلم. وقد تبين لنا بأنه هنالك الكثير من الفقهاء والمفسرين قد اهتموا بآية بأيدي سفرة وقد فسروها وأجمعوا على تفسيرها بالآتي. قيل أنه قد جاء ابن أم مكتوم إلى محمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كان يكلم أبي بن خلف فأعرض وقتها عنه، فأنزل الله عز وجل عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يكرمه، أخرجه الحافظ أبو علي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت أنزلت عبس وتولى في قول ابن مكتوم ابن أم مكتوم الأعمى أنه أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول أرشدني. قالت وحينها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من العظماء المشركين، قالت فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول أترى بما أقول بأسا؟ فيقول لا، ففي هذا أنزلت عبس وتولى. أخرجه ابن جرير وأبو يعلى. وهكذا ذكر غير واحد من السلف والخلف أنه قد نزلت في ابن أم مكتوم، والمشهور أن اسمه كان عبد الله رضي الله عنه. وقوله تعالى كلا إنها تذكرة، أي هذه الوصية هي المساواة بين الناس في إبلاغ العلم بين الشريفين، ففيهم ووضيعهم. وقال قتادة كلا إنها تذكرة، يعني القرآن، فمن شاء ذكره، أي فمن شاء ذكر الله سبحانه وتعالى في جميع أموره. ويحتمل عود الضمير إلى أن الوحي للدلالة على الكلام عليه. وقال تعالى في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، أي هذه الصورة أو العظة في صحف مكرمة، أي معظمة موقرة، مرفوعة أي عالية القدرة، مطهرة أي من الدنس والزيادة والنقصان. وقوله تعالى بأيدي سفرة، قال ابن عباس ومجاهد هي الملائكة. وقال وهب بن منبه هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال قتادة رضي الله عنه هم القراء. وقال ابن جرير والصحيح أن السفر الملائكة، والسفر يعني بين الله سبحانه وتعالى وبين خلقه، ومنه السفير الذي كان دائما ما يسعى بين الناس في الصلاح والخير بين الناس، كما أنه قال الشاعر وما أدع السفارة بين قومي وما أمشي بغش إن قد مشيت. وقال البخاري سفرة الملائكة سفرة أصلحت بينهم، وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي من الله تعالى وتأديته دائما كالسفير الذي يصلح بين الناس. وقوله تعالى كرام بررة، أي خلقهم كريم وأخلاقهم نظيفة وبارة طاهرة. وفي الصحيح الذي يقرأ القرآن يكون هو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو أو عليه شاق له أجران. أخرجه الجماعة عن زوجة النبي عائشة رضي الله عنها مرفوعا.